السلام عليكم. اليوم رانا في خروبه ونروح نشوف بعض التهيئات اللي تم استحداثها على مستوى وزارة الشؤون الدينية وكذلك على مستوى جامعة الخروبة، ونشوف التهيئة الخارجية تاع الطرقات. نشوف هنا الطريق، هذا رانا في هذا الطريق الجديد، هذا الطريق الجديد الذي تم بناؤه مؤخرا، اذا يفصل المقر نتاع الوزارة الشؤون الإسلامية ويفصل مع جامعة خروبة للعلوم الإسلامية. والطريق هذا يؤدي إلى جامع الجزائر وكذلك إلى طريق السيار، إضافة أكيدة، إضافة جيدة أكيدة لهيكلة النسيج العمراني وهيكلة الطرقات في هذه المنطقة. هذه نزيد نروح نشوف التهيئة باتجاه جامع الجزائر وكذلك باتجاه الجسر الجديد نتاع جامع الجزائر الذي تم افتتاحه. نروح نشوف التهيئات حول الجسر، حول الجسر ويعني وكذلك فوق الجسر. كل هذا الطرقات هنا تم استحداثها مؤخرا وكذلك استحداث بعض المحولات التي تساعد في تسهيل حركة المرور نتاع المركبات خاصة. هنا فيه محول الأول، إذن كل هذه المنطقة تم انتهاء الأشغال فيها، ونلاحظ أنه فيه نوعية جيدة للأعمال. وهنا نشاهد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ومن جهة هنا نشاهد الجامعة نتاع العلوم الإسلامية. إذن وكل الطرقات التي تم استحداثها والملاحظ انه تم يعني توسعه الطرقات وسعوها، وهذا شيء جميل جدا. هنا
إذن هنا نلاحظ أنه الجسر هذا تم افتتاحه، ونزيد نستمر نشوف التهيئة حول الجسر، نزيد نروح نشوف نافونسيو. وللعلم أنه الجسر هذا تم إنجازه من طرف شركة جزائرية 100%، وهي شركة كوسيدر، وكذلك شركة زابطة المتخصصة في إنجاز المنشآت الفنية الكبرى. إذن هذا عمل جزائري 100% باستعمال طريقة البون أفوسوار، تقنية اللي دخلت للجزائر في ثمانينات القرن الماضي من طرف شركات إيطالية، هي التي استعملت تقنية الجسر الأفوسوار هذا. إذن أنا خليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.